بعد توقف دام أكثر من شهرين، استأنفت محطات الوقود بمدينة غريان عملها بشكل تدريجي بعد وصول كميات من الوقود لعدد من المحطات في مختلف مناطق المدينة. والله الوقود توا من اسبوعين توفر، لكن قبل اسبوعين مش متوفر اطلاقا، يعني توفر من بدايه اسبوعين فات، وكان اصبح متوفر وموجود لكن بازدحام، يعني طوابير طويله وتقعد حوالي ساعه وساعه ونص باش تعبي. لكن قبل اسبوعين ما كانش فيه بنزين في غريان اطلاقا، فيش، قعدت حوالي 4 شهور او اكثر ما فيش بنزين نهائيا. لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي في بلدية غريان أعلنت وصول شاحنات وقود من المستودع النفطي إلى المدينة محملة بكميات كبيرة من البنزين والديزل، ونوهت اللجنة إلى أن شاحنات وقود أخرى ستصل تباعاً. طبعا الشيء هذا لي من بداية شهر رمضان 20 يوم بالضبط، طبعا يخدموا معهم يوميا من الساعة 9 على الساعة 1 1:30 ليلا، والحمد لله يعني في ازدحام لكن كويس الحمد لله، يعني العائلات واللي كبار في السن يعني هم اللي من أولوية وماشي الأمور تمام، يعني تشوف الوضع عندك بروحك قدامك الحمد لله. طبعا عندنا أعضاء تابعين مدينة من غريان يمنوا في الوقود من ساعة خروجه من المطار يوصل لمدينة غريان. بعدما كانت المدينة وباقي المناطق المجاورة تعاني منذ أكثر من شهرين من نقص الوقود، حيث كان المواطنون ينتظرون لساعات طوال من أجل تزويد مركباتهم، يبدو أن الأزمة في طريقها إلى الحل، خاصة بعد نشاط سوق السوداء وارتفاع أسعار المحروقات.